إذا كالمعتاد، تحية حارة لكل الأخوة المشاركين معنا لكي يشاركونا بصدق، ماشي كتار ولكن هما بداو كيبانوا يعني ناس. تعرفت أنا شخصيا على ناس اللي كنفتخر بالصداقة ديالهم الانتماء ديالهم، أو للمشاركة ماشي انتماء، المشاركة ديالهم في الغرفة ديال خوكم حميد. يعني منهم واحد الإنسان عنده نيك نيم إنسان حر، فتحية ليه يعني من عند الأحرار، وشرف كما قلت ليه، شرف أنه بين الفينة والأخرى يشرفنا بزيارة دياله. ومن طون بغيت نوصل الرسالة للخوت اللي مازال ما وصلتهمش الرسالة، ربما ما شافوش الفيديو. الناس اللي كانوا معنا منهم الأخ أغيلاس ولا الجابراني ولا عتبة عمران ولا الخوت اللي شاركونا، شاركت معاهم أنا يعني. أيام وليالي ساعات في كل يوم كنا كنتبادلوا أطراف الحديث على ما يقع في المغرب، فاحنا حلينا واحد الروم باش نتبادلوا أطراف الحديث معاكم مرة أخرى، خارج على العنفوانية وعلى الفراعنة وعلى أنا صاحب القناة، أنا أتحكم، أنا هذا. يعني الناس اللي كانت معانا ومازال ما وصلتش الرسالة، الغرفة محلولة بدون مضايقات، لك المشاكل التقنية اللي كانت فيها تحيدات. كنتمنى أنكم تزورونا في أقرب وقت، تشاركوا معنا الآراء ديالكم. كنحييكم بأسماء الناس المشاركين معايا. كونوا في الميعاد، نساو الصفحات، نساو داك الماضي القريب، نساو داك اختلاف وجهات النظر واختلاف المشاكل. الإنسان كان غير متحكم في الأمور. يعني احنا غنبداو صفحة جديدة، بغينا نبداوها معاكم وبيكم، نبداو صفحة جديدة. الناس اللي عندها عندها قيمة مضافة تضيفها للغرفة، ماشي للغرفة كغرفة ولكن الناس المشاركين في الغرفة. الغرف الأخرى اللي كنت كنشارك فيها، أنا لا أعادي أحدا منكم، وغي خديت واحد القسط من الراحة منكم، واحد البعد، بعد اتقار، اتساع، اتقار، اتساع، خذوها كما بغيتو. كلكم كتكلموا بالديمقراطية ولكن لا تطبقون الديمقراطية حتى في التصرفات البسيطة ديالكم. أن الإنسان كيشد المايك ساعة ونص وخمسة الناس كتسنى، ماشي ديمقراطية. أن واحد الإنسان يلا كياخد المايك 30 ثانية وكينقز عليه واحد آخر كيحيد ليه المايك، ماشي ديمقراطية. أن الرئيس السائد هو رأي صاحب الغرفة، والعبيد نعم سيدي نعم خويا، الأخ المناضل كل شيء ولا مناضل، كل شيء ولا مصمدين. انا الا ما كنتش مناضل قولها لي، علاش تبقى تنافقني تقول لي اخي احترمك لانك انا ماشي مناضل، انا قولها لي، قول لي ماشي مناضل، قول لي الطريقه اللي كتصرف بها ماشي تصرف اخلاقي ولا انساني ولا ديمقراطي، كيكون غير انساني بعدا، غادي يكون ديمقراطي. فداك النفاق الاجتماعي احنا ما عندنا ما نديرو به، مملكه البراغيث، غدير غرفة فيها البراغيث وانت صعلوك وتبدا تحكم في ناس، ولا ما عندنا ما نديرو بها. الغرفة ديال كاع الناس، كاع الخوت، وطن للجميع كما قلنا، وطن للجميع، ولا ضيفوا لها ماروك، ماروك وطن للجميع باللاتينية ماشي بالحروف العربية. كنتمنى ان المزيد من الناس ديالكم تشاركنا، تعامل معنا، نديروا شي حاجة أخرى، نديروا شي حاجة جديدة اللي ما لحد الساعة ما كاين والو. الناس كتهضر بينا 5 سنين 4 سنين ولكن والو ما كاين والو.
انا بغينا شي حاجه نمشيو بها للقدام مع الاحرار، الناس اللي ثابته، ما بغيناش، ماشي كنقول صغار السن لا، ولكن كبار العقول. واخا تكون صغير السن مرحبا بك، غير ما تكونش صغير السن والعقل، فغتخلق غير الفوضى وتخلق مشاكل، فما عندنا ما نديرو بك. مرة أخرى أجدد الشكر لكل الناس اللي كتشارك معنا، نقلال، ولكن موعدنا مع الأيام المقبلة غتظهر بأن واش غرفة ديال الحريات أو لا ديال الحريقات. إذا كانت غرفة ديال الحريقة ادخل ليها، ما تعجبكش خرج منها وقول لي حريقة وسير بحالك. تحياتي لكل الأحرار، شكرا لكم، طنبي شوية.